السلام عليكم بيت فيديو جديد. النهاردة تاني مرة جيزو محمد عماد يعملوا معنا في فارس تاني النهار. بص يا جماعة دلوقتي احنا مستقر احنا الشغل انا وفارس. قلت انا صحيت محمد وعلي عشان نعمل فيه معنا بالشغل. هو نزل هيبقى مش فيه وكده فنجيبه كاس بقى مية ونغرقه بيه. بعدين لك يا فارس. دلوقتي انا هتصل بيه عشان ايه؟ ينزل. المفروض احنا نازلين دلوقتي رايحين الشغل. انا بس خلاني اروح الشغل اصلا. هتزعم خلي بالك مش هتعمل حاجة. كل سنة بس لا لو صح انا انت عليها بالمنسى ممكن اكون ناسى عايزينه يرد ايوه نزل هيديك على الحديث خايف وشنا خمسة كل تون ده هياخد كله كوبي رايت مش عايز يرد ليه دخل الو ايه فين انت فين طب مش يلا يا ابني عشان نقعد الشغل لسه بدري لا يا عم بدري ايه بدري من عمرك انت لسه نايم بس قوم عشان تنزل يا ابني لسه عايزين نروح نصوره لسه عايزين نروح نصوره ببطء هتصوره ببطء يا عم في مكاتب فاتحه بس تعالى انت يا عم ماشي ما مستنيش اي انجز انا واقف على اول الشارع يا عم والله واقف على اول الشارع انا مش مكلمك من شويه يا عم قلت لي هصحى انت واقف على اول الشارع أي. ماشي أنا نزل. لوقت يا جماعة فارس نزل. مش طول عبيد ده يعمل إيه؟ شافك يا فارس. شافك يا. تعال امسكوا كتفوا له محمد كتفوا له تعال انا هاجي لك كمان احلى بتاعك انا طالع على الام وبلع حزام عايز اكتر من كده يعني انا طالع من غير ما اشوفكم بلع في الحزام يا اهبل يا عبيط اللي واقف جنب صوت علي ومحمد بيتكلموا والعصافير انا نايم عبيط عبيط وربنا يا عبد ما تروح الشغل النهارده ولو طلعت البيت لا اطلع اضربك فوق انا بقول قلت وربنا شوف بقى مين اللي هيمنعك عنه انا قسما بالله اجازه النهارده والله ما انا رايح قسما بالله ما انا رايح هروح الشغل يا مش رايح الشغل يلا هو هذا طبعا انا جريت وراهم كتير قوي بس طبيعي زي ما انتم عارفين انا عامل 7 عمليات في رجلي فطبيعي ما الحقهمش فقلت اشغل دماغي واعمل فيهم مقلب ان تليفوني وقع مني واتسرق عشان اجيب رجله سكه وامسكه رن العلقه الصح
رن عليه قول له تعالى عبده بسرعه، عشان تعالى عشان التليفون كده خلاص ساح. التليفون واحد رد عليه قال لي هيبيعه. تعالى قرب، تعالى قرب. ايه انت فين يا عم؟ طب تعالى بقى عشان كده ادفع خلاص. انا على الشارع اهو، تعالى بقى عشان نشوف ام زارك دافع ودانا في اللي في الاخر. انت يا عم ماشي اخلص، يلا عشان نشوف هنعمله ايه. مش عايز اخش اخبيه جوه البيت، ادخله جوه البيت. لا خليه، مش هيتقطع عليه. انا بس ايه السبب ان التليفون يضيع؟ السبب خلاص علي بقى. طب بتجري ليه؟ انا عايز افهم انت بتجري ليه. لففه حوالين نفسه في نفس المكان، لففت المنطقه. انا رحت حد ماسك التليفون شكله بتاع فارس كده. انت هتعمل ايه بقى معلم دلوقتي كده؟ هو جبت تليفون جديد يا عم. بلا تليفون جديد؟ لا مش عارف. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. لما بيعمل حاجه بيعملها بعقل، مجرد ان عقل بعقل. حبيبي التليفون ده اللي واحد خده ومش هي. خلاص التليفون ساح. ايه التليفون ده؟ 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 ايه روح يا محمد، روح خبز وروح. انتوا اللي نزلكم، انتوا اللي خلاكم تفكروا النهارده؟ مش عارف هو فين هناك برضه بيدور. لما يدوروا راجعين تاني ويقول لك ايه ده التليفون معاكم؟ قلت هو معاك. معايا ازاي يعني؟ عشان ماشي عامل كده. يلا يا محمد روح نفس المرة امسكوه. محمد احمد انا هضربك عشان انت مالي يا عم. حبيب انا نلبس ايه ايه ايه. عايز اقول لك بقى حاجة قدام الكاميرا. التليفون معايا، التليفون معايا. لا خليك مش عايز. تعالى يلا يلا عشان الشغل، عشان كده مش هروح. ايه 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 ده بطل انا هتفرج يا عم. فات انا قلت لك ايه، كل ما انا بيبقى فيه ليفل، شوف الليفل الجاي بقى. ماشي بكره ان شاء الله. اهو مش هبص. ماشي وقع خالص. انا بقى كده بس انا ما بغفلش منها يعني. مش حد بيعمل غير واحد قاعد. بقول لك انا ما بغفل وانا صاحي. بغفل ليه؟ افتح بقك قسما بالله. انت ايه رايك يا حمد؟ كان على مختار، كان على مختار. كيف صنعت الفيديو سلام؟